تفضلوا. عندما انتقلت إلى قيادة الجيش في اليرزي يوم السبت في 19 وخطبت الضباط والعسكريين على الجبهة، قلت إننا ننتظر منهم الانتصار على الإرهاب، واليوم نعلن الانتصار، انتصار لبنان على الإرهاب، وبهدي هالنصر إلى جميع اللبنانيين يلي من حقهم أن يفاخروا بجيشهم وقواته الأمنية. وهني قيادة الجيش على هذا الإنجاز، وأحيي العسكريين صانعي هذا مصر. أنحني أمام الشهداء الذين سقطوا في ساحة الشرف، وأولئك الذين كانوا لسنوات خلت طليعة الشهداء الذين سقطوا بغدر الجماعات الإرهابية نفسها. أقول للعسكريين خصوصا، كم كنا نتمنى أن نحتفل مع رفاقكم المخطوفين، لكن عزائنا الوحيد أننا وجدناهم، خصوصا أن معرفة مصيرهم كانت أحد أهم أهداف المعركة. سنكون معهم في وداعهم، ولبنان سيبقى وفيا لهم ولشهادتي. تحية إلى أهالي المناطق الحدودية الذين صمدوا أيضا في أرضهم وواجهوا الإرهاب، ومنهم من ذهب ضحيته واستشهد. إلى أبناء هذه المناطق أقول أن الاهتمام بكم سيكون مباشرا، والإنماء سيكون هدف لتعزيز صمودكم وثباتكم بالأرض. اليوم أقول للبنانيين وللعالم أجمع، لبنان انتصر على الإرهاب، وكان نصره كبير ومشرف. البقعة اللي كانت بؤرة للإرهاب ومنطلق للعمليات الانتحارية عادت إلى حضن الوطن بفضل الجيش. أثبت الجيش اللبناني بهالمعركة النظيفة إنه الجيش القوي، الجيش الوحيد اللي استطاع هزيمة داعش، طرده من أرضنا، وتميز بهذه المعركة بمستوى القتال المهني اللي لفت أنظار العالم. إلى اللبنانيين أقول، لا تدعوا أجواء التشنجات السياسية والتجاذبات والتراشق بالتهم التي سادت في الأيام الأخيرة تنسيكم إنجاز الانتصار اللي تحقق. اعلموا جيدا أن جيشكم الوطني حقق ما عجزت عنه حتى الآن جيوش ودول ما زالت تصارع الإرهاب والإرهابيين. ومن واجبنا جميعا كمسؤولين وأحزاب وشرائح اجتماعية مختلفة حماية هالانتصار هيدا وتثميره بالتقارب الوطني والبناء على هذا التطلع إلى المستقبل، ومواصلة حماية لبنان من انعكاسات ما يجري من حولنا، والكباب على المشاريع الاقتصادية والإنمائية لمراقاة تطلعات اللبنانيين وأمالهم. عشتم وعاش لبنان. هلا بترك لحضرة العماد يشرح لكم المعركة كيف صارت، كيف تحقق النصر للبنان. أنا مبروك. قبل ما بلش شرح مسار العملية بدي أقول باسم لبنان والعسكريين وشهداء الأبرار وباسم أبطال الجيش اللبناني العظيم، أعلن اليوم انتهاء عملية فجر الجرود. هاي العملية اللي بلشت نهار السبت 19 الشهر وكانت بهدفين. أول هدف طرد الإرهابيين من الأراضي اللي قاعدين فيها بجرود
راس بعلبك والقاع والفاكة ومعرفة مصير العسكريين. ابتدأت المعركة بمرحلة تحضيرية وهي تضييق الخناق على المسلحين. بنهار السبت كانت ساعة الصفر، كانت أول مرحلة احتلال مجموعة أهداف. الإرهابيين كانوا بوجنا، أما يقتلوا أما يهربوا باتجاه الأراضي السورية. نحن المناورة تبعنا كانت من الشرق من الغرب باتجاه الشرق، يعني الحدود السورية كانت تحت سيطرتهم، حدود اللبنانية السورية نحن ما عنا سيطرة عليها بالقوة. ضيقنا الخناق من 3 ميلات. المرحلة الأولى انتهت، انتقلنا على المرحلة الثانية مجموعة أهداف ثانية، وانتقلنا على المرحلة الثالثة. بقى عنا المرحلة الرابعة والأخيرة يلي هيك كنا مخططين لها نهار الأحد، هي من خربة داوود لوادي مرطبية، وهيدي كانت بالنسبة لنا أصعب مرحلة لأنه طبيعة الأرض تختلف، طبيعة الأرض جبلية، وعارفين حاطين عبوات كتير وكافة القوى تبعهم أما هربت باتجاه الأراضي السورية أما جمعت بهيدي البقعة. العائق الثاني اللي ظهرنا بهيدي البقعة هو وجود عيالهم المدنيين. نحن كمؤسسة عسكرية نتقيد بالقوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسان، مشان هيك بنجرب نحيد المدنيين قد ما فينا. بلشنا المرحلة بنهار الخميس جمعة السبت مرحلة قصف مدفعي على أهداف مركزة مشان قد ما فينا نحيد المدنيين وما نأذي مدنيين. نهار الأحد الصبح الساعة 7 كان الأمر بانطلاق وساعة الصفر لانتهاء المرحلة الأخيرة والرابعة. اتصل فيه اللواء إبراهيم وقال لي وافقوا على وقف إطلاق نار بشرط معرفة مصير العسكريين. هون كان عندنا خيارين، يا أما بكفي المعركة وما أعرف مصير العسكريين أو برضخ للأمر وبدي أعرف مصير العسكريين. بالإضافة أرواح العسكريين إني أمانة برقبتي، أنا إذا في أربح معركة بدون مخوضة بيكون هيدا الإنجاز الأساسي. سمعنا كتير بآخر أيام ليش الجيش ما كفى. أنا بفهم عاطفة العالم ومحبتها، بس أنا في مسؤولية برقبتي، ومن الأساس أنا إذا في أربح المعركة كلها بدون مخوضة بيكون إنجاز لإلي. وصلنا لهون في رفات انتشلوا. الهدف الثاني بالنسبة لإلي بعد ما تحقق بانتظار نتائج الدي إن إيه. بس تطلع نتائج الدي إن إيه بعتبر حالي إنه الهدف الثاني حققناه. بس بالمفهوم العسكري كعمليات عسكرية نحن اليوم انتهينا وبعلن انتهاء العمليات العسكرية، خاصة بعد ما امبارح وحدات الجيش الموجودة بالمنطقة دخلت على خربة داوود وادي مطبية وفتشت وتأكدت إنه خالية من أي وجود للمسلحين. أكيد نحن من الناحية العسكرية اشتركت عدة أنواع من الأسلحة معنا، القصف الجوي، المدفعية، والقوى اللي عم بتناور على الأرض. فكرة المناورة اللي حطيناها هي يمكن اللي أثرت عليهم، هي اللي فاجأتهم. كانوا متوقعين نهاجم من محل، فتنا من محل، استعملنا الخدعة معهم، حشدنا من 3 ميلات، ما خليناهم يعرفوا جهد الرئيس منين، وهيدي كانت العنصر المفاجأة تجاههم، هيدا اللي خليهم يهروا. مشان هيك ما شفنا توقيفات، ما في أسرع عنا، أما يقتل أو يهرب باتجاه الأراضي السورية. بالنهاية ما في يقول إلا شغلة وحدة، بدي حيي أرواح الشهداء الذين سقطوا على أرض المعركة، وبتمنى لجرحى الشفاء العاجل. نحن عنا مبارح عسكري استشهد، كان بالمستشفى بأحد الإصابات، مصاب حروق كاملة استشهد، صاروا عدد شهدائنا 7. ما فينا إلا ما حييهم وانحني أمامهم، وجرحى بتمنى لهم الشفاء العاجل، وعلى أمل انتهاء من الملف وتحقيق الهدف الثاني قريبا إن شاء الله. أكثر من هيك ما عندي شيء، بس بدي أقول حقق الجيش النصر وبزغ فجر الجرود، ويعطيكم ألف عافية. نتيجة